السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل الكود بتاع دبي خاص بالبيم، وبنلاقي ان احنا دخلنا على الجزء بتاع الانفورميشن موديل، لان هو التركيز على المعلومات بتاعة المشروع. ولا عندنا جيومتريك انفورميشن، وفي معلومات الفا نمريكال انفورميشن، وبيقول لي ان انت عشان تشوف المعلومات هتدخلها ازاي بص على بندكس ايه اللي هو الموديل اليمنت ماتريكس، فهو بالشكل دوت. فبيقول لي الاير تيرمينال ده في الاي اف سي، لما هتصدرها هتصدر الاي اف سي اير تيرمينال، والبويلر هيصدر اي اف سي بويلر، وهكذا. الدور هيبقى اي اف سي دور، مش هيبقى اي اف سي وول مثلا. وبعد كده كل واحد فيهم بيقول لي الديسيبلين بتاعها هيبقى ايه، وهل هي محتاجه انها تتحول للجي اي اس ولا لا. فهي لا، تمام، لان الجي اي اس بيبص على مستوى كبير، زي ما كلامنا ان البيم عباره عن الاشجار اللي موجوده، والجي اي اس هي الغابه اللي بتحتوي كل الاشجار ديت. وبعد كده بيقول لي مستوى ال او دي اللي المفروض تسلمها في كل تسليمه، او هتسلم مثلا في البريمري بيرميت هتسلم مثلا ال او دي 200، والفاينل هتسلم 300. وانت ممكن تتفق مع الكلاينت، لو هو مش بنتكلم على بديل دبي، احنا بنتكلم على كلاينت عادي، ممكن تتفقوا مع بعض كده ودي ان لا دي هتسلم 200، ده هتسلم 100، وهكذا. انما لما تتعامل مع حكومه ما لكش حريه الاختيار، تمام. وهنا بيقسم لك بقى الجيومتريك انفورميشن والالفا نمبريكال انفورميشن بالشكل دوت، وبيتكلم بقى الديتيل اللوكيشن الابيرنس، المعلومات اللي لازم تكون موجودة في الملف. وبيقول لك ان كل مرحلة هيبقى فيه اللي دي 100 200 300 400 500 بالشكل دوت. وفي ناس بتقول 600 اللي هو فاسيلتي مانجمنت بعد ما الشغل كله بيخلص، والجزء بتاع الالفا مات نمبر انفورميشن ايه المعلومات اللي انت هتدخلها في كل مستوى فيهم. الموديل اليمنت والاوبجكت ريكويرمنت، ففي معلومات بتبقى عامه المفروض بتدخلها زي الكومبوننت اوبجكت، وفي السيستم اوبجكت. حتى لو انت مش شغال في دبي حاول تلتزم بمعايير، يعني شايف الحاجات اللي دبي عاملاها ممتازه يعني كويسه جدا، فممكن تعتمد عليها في الشغل بتاعك. ايا يكن، على فكره انا عملتها بالغلط. هو بيتكلم بقى النيمينج الكاتيجوري، الحاجات ديت هتتسمى ازاي، العناصر زي الفاميلي. وبيقول لك ما تسميش مثلا اي حاجه بالاختصارات بالعلامات العجيبه ديت، وما بقاش فيها سبيس. وبعد كده بيتكلم بقى على اف سي كلاسيفيكيشن، وول مثلا تبقى اف سي وول، وهكذا. اليونيك لوس، تمام. وبيقول لك ان في، لو انت عايز تعتمد على اليونيك لوس تدخل على دوت، ده احنا شرحناه في فيديو خاص باليونيك لوس، لو عملت سيرش على بيم عربي هيطلع لك. السبيس والروم موديلنج، ايه المعلومات اللي المفروض تبقى موجوده فيهم وطريقه التسميه بتاعتهم. الفلور والنمبر بالشكل دوت. الارقام، هيبقى تلات ارقام ما ينفعش تكتبهم رقمين. اليونيك لوس شرحناه، الليفل نيم، طريقة التسمية تحت تبقى عاملة ازاي. بيقول لك مثلا الليفل نيم هيبقى كذا، الفلور اي دي بتاعه هيبقى ايه، فيرست بيزمنت هكتب بي 1 بيزمنت 1، الار دي اللي هو رود ليفل. الموديل لوكيشن، اي مبنى هيتكتب ازاي اللوكيشن بتاعه. فدي ممتازة جدا ان احنا نوحد طريقة التعامل واسامي الملفات.